السلام عليكم الناس الكل، مهيب زهير ومرحبا بكم بعد غياب 4 ايام ولا هي 5 ايام على اليوتيوب. رجعنا شباب المحاكي الشاحنات خريطة تونس تاعك في المانيا. نحن الشباب وكم تعرفوا اللي اليورو في المانيا، قلت علاش ليه ما نركبش على الحدث ونلعبوا في المانيا. ما كنت في الدوري المنظمة لبطولة اليورو لكرة القدم في المانيا، ما نعرفش ايش دخل هذا في هذا، لكن حبيت نلعب في المانيا. صديقي ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب ويلا ننطلقوا. طبعا الشاحنة بتاعنا هي الرينو هذه، ثم شكون منكم قال لي مهيب العب برينو؟ ماكش تلعب برينو هذاك، علاش خذيت بخاطرك صديقي وباش نلعبوا برينو. اسمع صوت البقرة ما كان في لاحي والكل في المانيا صديقي. اوكي خلونا نقصدوا ربي. تعرفوا شباب اللي 4 ايام ولا هي 5 ايام، خلينا نقصوا في الصوت ما عادش نجم. اوكي بطريقه هذه صديق، تعرفوا حكيت 4 ايام ولا 5 ايام ما هبطت فيديو على اليوتيوب خلاص بالكل. علاش؟ على خاطر السخانه قويه شباب. خليني نشوف الخريطه وين مني باش نخرج. المفروض هذه هي الشركه اللي باش نخرجوا منها او الفيرما اللي باش نخرجوا منها. فيرما هذه مش شركه. اوكي المفروض نخرجوا منها ونشدوا الطريق. والله المكان بالطريقه هذه مسافه خضراء، هكا مساحه خضراء والكل عالمي. شباب قلت لكم المده هذه ما هبطش فيديوهات خلاص خاطر الدنيا سخونه. البي سي يوصل لي لدرجه حراره معينه ويعمل لي هارد شات داون، معناها يسكر روحه بروحه على خاطر وصل عمل اوفر هيت، معناها وصل لدرجه حراره عاليه نجم تصير له مشكل، يولي يحمي روحه ويسكر روحه بروحه باش ما تصير له حتى شيء. هذاك علاش مانيش نجم نهبط في حتى لعب المده هذه. الحمد لله بربشت وطلعت فازه انه اذا بي سي صارت له مشكل وتسكر في على سبيل المثال تسكر بي سي، الفيديو اللي مسجله يتقص في حد ذاك ونجم نلقاه. معناها فهمتني، انا كنت قبل وقت يتسكر البي سي نخسر كل شيء، توا اذا تسكر البي سي هنوك باش اللي لعبناه ما خسرناش. معناها ان شاء الله هن ما ننتجو ونهبطوا. احنا نقولوا ان شاء الله. توا انا حاليا قبل كنت نجيب باش نصور فيديو شباب، نسكر الشباك ونسكر الباب. توا انا حاليا مشقق شويه الباب ومشقق شويه الشباك، فهمتها، باش النجم يعني البروده تدخل والهواء يدور يعني في الدار والكل. توا انا حاليا شباب شوف الحصان، شوف الحصان غادي. شباب ان شاء الله تكونوا تخزروا، خليني نقص لكم شويه في الاضاءه باش تولوا تخزروا. تو حاليا شباب شوفوا قديش الوقت، ماضي ساعتين متاع الليل حاليا. ان شاء الله تكونوا تخزروا بالباهي، ماضي ساعتين متاع الليل، فهمتها، الثانيه صباحا. معناه حاولت نوخر الوقت على قد ما نقدر باش الدنيا تبرد ونجم يعني شباب نصور لكم فيديو. ان شاء الله ما تصير حتى شيء في الفيديو هذا، فهمتني، نحاولوا نلعب ونوصلوا بسرعه، نوصلوا الحموله نتاعنا باش حتى اذا كانت تسكر البي سي يعني حبيبي والله. وشباب بالنسبه للناس اللي تعمل لي العب محاكي المزرعه او فارمينج سيميوليتر 2022، والله محليها الحصان شباب والله العظيم. اول مره نتعدى الحصان في ايرو تراك سيميوليتر، وتعجبني المناطق الصغيره الضيقه، قلت لكم عليها تعجبني المناطق هذه احسن من المناطق المفتوحه. والله ناس تذكرني بالشوارع التركيه، بالرغم احنا في المانيا لكن الشوارع هذه تذكرني بالشوارع التركيه. اكيد احنا في مكان يعني فلاحي صغير منعزل في المانيا، يعني مش ماهيش المانيا الكل يعني واو، هو بالرغم هكا ولكن عالمي. الحومه هذه او الحاره هذه عالميه، من اجمل الحارات اللي درت فيها في محاكي الشاحنات شباب. وقلت لكم بالنسبه للفارمينج سيموليتر هبطتها، راني يعني لعبه فارمينج سيموليتر هبطتها، لكن ما هبطش على فيديو. علاش؟ اللعبة معقدة شباب، شوي معقدة برشا، وما نحبش يعني نبدا نصور نلعب لكم في لعبة معناها ونبدا انا نبقى قاعد هكا ساكت ما نعمل في حتى شيء نفهم فيها. نحب نلعبها شوي خلف الكواليس باش نفهمها اللعبة، نفهمها والكل. ومشكلتي انا قسما بآية الله شباب ما عنديش فضوة، ما نلقاش وقت، يعني ديما عندي ما نعمل. ريت من الاخر اللعب بنلعبهم كان وقت نجي باش نصور فيديو. نوتا مش يبالك مهيب 24 ساعة على 24 ساعة يلعب، والله لا نلعبها شباب، ما نلعب كان وقت نصور في فيديو ولا نعمل لكم لايف على تيك توك. ماكم تعرفوا المدة اللي خلينا ولا نعمل في لايفات على تيك توك والكل، فهمتها؟ ان شاء الله نتعلموها فارمينج سيموليتور ونلعبوها صديقي، فهمتني؟ لكن في المقابل انا قاعد مانيش نهبط على فارمينج سيموليتور خاطر مازلت ما تعلمتهاش، لكن في المقابل انا قاعد نهبط لكم في العاب اخرين صديقي تستمتعوا بهم وتتمتعوا كذا والدنيا كل شيء تفرج منها. ديما المانيا والدول المتقدمه تلقى هكا الشوارع نتاعها ثم اصلاحات وكذا وكل شيء، فهمتني؟ ان شاء الله ما نقلكش جيران كيف ما قلت لكم توهم الساعتين نتاع الليل، والعائله راقدين والجيران راقدين وانا حال بيتي، باب بيتي حاله معناها، فهمتها؟ باب بيتي حال ومعناها العائله يسمعوا فيا توا، فهمتها؟ والجيران كي يزيد يسمعوا فيا خاطر الشباك محلول حبيبي والله. معناها صديقي ان شاء الله نوصلوا وما تصير حتى مشكل في اللعبه كيف ما قلت لكم شباب اللي فما مشكله حراره. احنا نقولوا ان شاء الله نوصلوا، بما اني هكا مشقق الباب وكل شيء وتوا انا نصور لكم في اخر الوقت بلا يخلي السي الشورت يتعد. مانيش باش نسبقوا خاطر كان باش نبقى نجري وراء نبقى فيت، ومعناها تعدى صديق الشرطي. اتفضل اتفضل
نقول لك علاش خليته يفوتني، على خاطر في صورت اذا خليته ورايا وانا قاعد نجري بالشاب قديم يخطي فيا يخطي فيا يخطي فيا يخطي فيا هو ما ينجمش يتعداني خاطر انا اسرع منه. شعملت نقص تكيت على اليمين خليته يتعدى باش نرتاح من منظره يبقى يخطي فيا. اوكي جايتنا لفه كيف ما قاعدين نشوفوا في الخريطه هذه، على غالب الرينو ما فيهوش خريطه في الشاحنه يعني، هذا هو طبعا الرينو اللي ما شافوش. لازمني ندور من الجانب هذا، مشغل الغماز والمفروض ندور منين؟ المفروض ندور منا، لا مش من، المفروض ندور منا يا مهيب، من هنا طريق اخر. والله المانيا الاطرق الطريقات اللي فيها صعبه شوي. اطرق اطرق في المانيا، جمع طريق شنو؟ طرقات طرقات، جمع طريق طرقات، الطرقات اللي في المانيا صعبه شوي، مثلا المفترق اللي تعدين عليه تو هذاك صعبه شوي، زعما انا تعديت من مكان غلط. مفروض الطريق يجيب انا زعما مشيت فيه بالغلط. تو احنا ماشيين في طريق سياره، مازالت لنا حوالي 117 كيلومتر، وادعوا معايا يا شباب ان شاء الله ما تصير حتى مشكل، وما يصير حتى مشكل وما يتسكرش البي سي، ما يعملش اوفر هيت، خاطر ما بيكون بالرغم اللي انا تو البروده تعتبر جيده معناها ما نعرفش قداش درجه الحراره. تو انا في الليل قلت لكم اوكي لايف تيك توك محلول لنا. كنت حل تيك توك في التليفون هذا، خليني نخرج نخرج. اوكي اوكي نشوفوا الواذر شباب صديقي، اذا انت تسوق معناها ما تستعملش كيفية التليفون، المفروض كي تبدا تسوق ما تستعملش التليفون، لكن انا نحب نوريكم حاجه. الواذر هذا شباب او احوال الطقس، تو حاليا في الليل المفروض الحراره 19 12 18، احنا الحراره 22. ان شاء الله تكونوا تشوفوا الحراره 22 كاملين، يا رب يسترنا وارحمنا وكهو. يعني حراره هذه تجي في دوله اوروبيه في الصباح معناها يقولوا لك حاره برشا، احنا في الليل والساعه الثانيه صباحا معناها ما ساعتين و22 دقيقه، الثانيه صباحا و22 دقيقه، فهمت علاش قلت لكم حراره؟ ويعتبر اليوم راه ماهوش سخونه برشا الدنيا راه مقارنه بامس. امس في الليل 30، امس في الليل 30، وان شاء الله غدو بزيت تبرد اكثر، وبعد غدو بزيت تبرد اكثر، ربي يرحمنا وكهو يرزقنا بالغيث النافع ولا العظيم. شباب راكم تشوفوا الدول الاوروبيه كيفاش خضراء والكل، واحنا تونس ما احنا نقولوها تونس الخضراء صفاره تاو ولا العادها خضراء. خليني ندور منها شباب. نقص 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 نقص. اوكي استعد شوي، الرينو خايب شباب، فهمتوا علاش نكره وانا ونكره السلعه الفرنسيه؟ حقني في المانيا نلعب بالمرسيدس. ولو كان بي ام دبليو تسترجل وتعمل شاحنه بي ام دبليو، عمري ما ريت شاحنه بي ام دبليو ذري، خطر اصلا ما ثماش منها شاحنه بي ام دبليو، استرجل يا بي ام عامل لنا شاحنه هك. اوكي خلونا نواصلوا طريقنا. شنو هذه؟ ميك شور يو يا ولدي. اوكي يلا خلونا نواصلوا، معناها برلين شباب متعدين نحو برلين. شكون منكم يسكن في برلين شباب؟ ثم منكم برشا لا اله الا محمد رسول الله يسكنوا في المانيا، منهم صديقي ابراهيم فهمتني، ديما قبل كان يبعث لنا في الدونيشن والكل، هو الوحيد اللي يبعث لنا في الدونيشن، واحد اخر يظهر من ايطاليا بعث لي دونيشن والله اعلم نسيت اسمه صديقي، لكن صديقي ابراهيم يسكن في المانيا. شكون منكم صديقي يسكن في ابراهيم يسكن في برلين؟ طبعا احنا حاليا متجهين نحو برلين، يظهر اودي هذيك، يظهر لي اودي. اوكي برلين في الطريق في الامام، ما نعرفش الحموله باش نوصلوها لبرلين ولا، الحمد لله تو مازالت لنا حوالي 59 كيلومتر والبي سي ما صار له شيء. تخيل معناها حياه يوتيوبر البي سي فاشل، يعتبر خايف نبدا نخدم وخايف لا يتسكر البي سي، يعمل اوفر هيت ويتسكر يا رسول الله. لكن الحمد لله الحمد لله، غير يتمنى انه يكون عنده بي سي مش حتى يصور فيديوهات في اليوتيوب، يكون عنده بي سي ويلعبك هو مش يصور فيديوهات في اليوتيوب. وانا في بالكم تعتبر انت صديقي اللي تتفرج فيا لحد الان، وانت اكيد عملت لايك معناه رزق، انت تعتبر من عند ربي، رزق من عند ربي. انت ناس غير يتمنوا انسان كيف يبقى يتفرج فيهم للحظه هذه من الفيديو. صديقي اذا كان وصلت معي للحظه هذه من الفيديو اكتب رقم خمسة، فهمتني؟ اكتب رقم خمسة خلينا نشوف قداش من واحد وصل معنا للحظه هذه من الفيديو. رزق انت من عند ربي صديقي بالنسبه لي ولا العظيم، ربي يكثر منك الناس ويدوم عشرتنا وتبقى ديما معايا يا صديقي. اوكي خلونا نواصلوا طريقنا، المفروض لازم يشد يميني. اوكي الحموله هذه ظهر فيها مواد تاع حليب ميلك، يظهري هزز ميلك، علاش؟ على خاطر الفيرما اللي كنت فيها انا توا راكم سمعت وقتك خرجنا اصوات البقر والكل فهمتني، يعني ظهر اللي هي فيرما خاصه بالابقار معناها، ماهيش تاع حبوب مثلا ولا ما نعرفش فهمتني، فارم تابع الابقار تعبي منها الحليب
وتقصد ربة، معناها الحمولة الكونتينر اللي هزها، أو مش كونتينر، الكونتينر اللي المربع هذه اسطوانة، مش اسطوانة تنك، والله ما نعرف نسيتها شباب. الحمولة اللي تبدأ مدورة في وسطها مواد سائلة شنو يسموها؟ والله حمولة اسطوانية، لا مش حمولة اسطوانية، عندها اسم معين. والله المكان هذا عالمي، شوف شوف بسم الله ما شاء الله، هذه تسلا يظهر السيارة، والله تسلا، أول مرة نتعدى بجنب تسلا شباب، تسلا ولا مش تسلا؟ والله تسلا، نحلف على أنها تسلا السيارة البيضة ذيك، أول مرة نتعدى بجنب تسلا، نايس ألمانيا. خلونا نقصد ربي، بالرغم من السيارات الألمانية أكثر أكثر من السيارة، يا أخي تسلا السيارة الأمريكية؟ منين يا أخي تسلا؟ ولا ماني عارف، يا أمريكية يا من اليوكي معناها من بريطانيا، يا بريطانية مانيش عارف، مانيش متأكد، تسلا مانيش متأكد منها معناها. أوكي صديقي، خلونا نواصلوا طريقنا، مهمنيش في تسلا ولا في فيرالي ولا في واليسكار، ريتا واليسكار كيفاش نعمل لكم في شهر وانتم ما تكلمونيش، واليسكار واليسكار تونسية. وشباب اسمعوني، ما تقوليش موتورها ما هوش تونسي وما نعرفش شنية، ما تعتبر السيارة تونسية، ريتها مرسيدس تأخذ في موتورات من عند رينو، شركة مرسيدس وما أدراك، تأخذ في موتوراتها من عند رينو، مش الكل، فئة كبيرة تأخذ في موتوراتها من عند رينو، باش واليسكار ما تأخذش، تبدأ بالطريقة هذه وتتطور صديقي، تولي وحدها تصنع في موتوراتها وحدها، معنا دابلي واليسكار صحيته، والله توهروا فينا وتوهروا في العرب الكل، توهروا فينا كتوانسة وتوهروا في العرب، وغير بركة كلموني حبيبي والله بالله، التونسي للتونسي رحمة، هذا يعتبر إشهار واليسكار قسما بدين الله، خيكم زوين تكا واليسكار بالله يعني قريب نوصلوا صديقي، مازال 9 كيلومتر ان شاء الله ما تصير حتى شيء للبي سي. شوف البلاصه هذه موجوده زعما بالحق، نتوقع ثم شكون طلع لها بسكليت هذيك بدراجه هوائيه طلع فوقها، اكيد صارت ما نعرفش تعدى ولا صارت له مشكل، لكن انا اتوقع انها صارت. تفرجوا الابراج، مش ابراج، بريدج، بريدج هو مش نفق، جسر، الاماكن هذه كلها جسور ما تعدي عليها، تفرج الجسور، شوف 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 جسور وجيت جاي في مرتفعات، معناها ربي تسترك. انا عجبتني الرينو المره هذه، صحيح انا نكرهها لكن المره هذه استرجلت اوكي، وتحسها تخوف شويه، عندها عظمه في الطريق، اما تبقي ديما فاشله خاطرك سينا فرنسوي. وتفرج البريدج هذا محليه، بسم الله ما شاء الله، من افخم الاماكن اللي وصلت لها في حياتي في محاكي الشاحنات، فرج بسم الله ما شاء الله، كم انت جميله يا المانيا، والله العظيم والله العظيم عالميه. تفرج الجسر هذا، شو اسمه الجسر هذا؟ هو هامبورغ، المكان اللي احنا فيه تو هامبورغ، هامبورغ شكون يسكن في الهامبورغر هذه مدينه اسمها هامبورغر ملالا. اوكي تفرج، وين ما تمشي تلقى جسور، جسور من غادي جسور من، شوف الجسور، الجسور فوق البحر نمشوا معنا، معظم الطرقات في المكان هذا الكل جسور كلها، شوف شوف الشاحنه بتاعي كيفاش هابطه بسم الله ما شاء الله في المانيا. توا خلونا ننقص شويه وندوروا منها، على خاطرها في نزله وجايه لفه شباب، وانا قاعد نسوق في رينو ما عنديش فيها الثقه، نجم تصير كارثه. وزيد انا هذا حليب حموله سائله، النجم يعني كي ندور بالقوي هكا الحموله تهزني، معناها ترميني للجانب اخر، خاطر ما هيش حموله صلبه، الحموله الصلبه ما تهزنيش على جنب، اما الحموله هذيك تبدا تتلقلق. وفي بالكم شباب اللي الحموله هذه راه ما هيش الكل معبيه، راه فهمتها مقسمين ثلاثه حاجات، اوكي تعديت بالغلط، مقسمين ريت الكونتينر الطويله هذيك المعبيه والمرسيدس بسم الله ما شاء الله، علاش مقسمينها لثلاثه؟ بيناتهم كل جدار، على خاطر اذا كانت تكون شباب اسطوانه كامله بالطريقه هذيك الكل معبيه بنفس اوكي نطلع اوكي نمشي منها، اول مره نجي المكان هذا، ريت وقت اللي تمشي والكل كي نحبس ننزل على الفران الحليب يولي يمشي بسرعه ويسطع لقدام، فهمتها الضغط نتاعو يسطع لقدام، تصير مشاكل. علاش هما قسموها؟ باش يحاولوا يفرقوا الحمل، الحمل على ثلاثه حجرات خير من تكون حجره واحده. تعلم الفيزياء في 30 ثانية مع مهيب زهير. اوكي تعديت بالغلط، لا اله الا الله، دخلت الفوتو مود بالغلط، والله دخلت الفوتو مود بالغلط، مانيش قاس. شني منين ندور انا؟ ندور منا؟ اوكي. فرج يا اخي ماشيين الميناء احنا؟ يضري باش نوصل حمولتنا الميناء شباب، ولا زعما باش نقطعوا ميناء؟
والله مين يعرف. انا بالنسبه لي خليني نوصل وشكون يعرفوا الميناء هذا شنو اسمه مثلا. كي لعبنا محاكي شحنات خريطه تونس نعرفوا ليه احنا مشينا الميناء رادس ايزي واضحه. الميناء هذا ما نعرفوش شو اسمه الميناء هذا بالنسبه للناس تسكن في المانيا والكل يقول لنا شو اسمه الميناء هذا بالضبط. اوكي طبعا ندوروا من الجانب الايمن. شكون يتفرج شي اسمه ايمن صح ايمن. ندور من الجانب الايمن. اوكي خليني نكبر شوي في الخريطه باش نولي نعرف اكثر مين لازم نتعدى على خاطر وصلنا صايي معناه للمكان باش نعرف الطريقه منين تفرج وين تمشي. تلقى مولدات كهرباء تفرج حتى في وسط ميناء يعني تلقى مولدات كهرباء تفرج وين ما تمشي مش حتى حاطينهم بركه في المناطق الخارجيه حتى في وسط ميناء. اوكي لازم يجي لنا للديوانه يلا نتعدوا على الديوانه تفتيش وكذا والدنيا. هي الديوانه هذه ولا ما نعرف ما توقعش كانوا استخلاص اكيد الديوانه هذه. يلا سيكيورتي تشيك هذاك هو ديوانه شباب يعملوا نظره على برص ماكش عندك تتشيكي تو هي ظاهرة اللي هي حموله تبع سوائل ليش مش تتشيكي فيها بلاش شنو ممكن يكون فيها شيء الغباء هذا. ليه والله ممكن يحطوا فيها حاجات يرموا فيها صاشيات ولا حاجه معبين بحاجات معينه فهمتها ممكن مش بالضروره خاطر سائل ما تنجمش تكون معبي مهرب فيها حاجه معينه. صحيح صحيح ظلمتهم المفروض هنا نوصل بوم ونحطوها بيسال تو نبلصوها بطريقه صعيبه. هاي على سيد كنت ناوي مانيش باش نبلصها بطريقه صعيبه لكن قررت اني نبلصها بطريقه صعيبه. المفروض المكان نتاع التبليص نتاع الحموله نتاعنا في الامام شويه. اوكي ويني 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 المفروض هنا. السلام عليكم نجي من وبعد نقرب شويه وبعد نحبس وندور الحموله لليسار بالكل ونعطيها هكا بوم. امشي شويه امشي شويه يا مهيب اعطيها هكا. اوكي في طريقي ولا اوكي المفروض تو في طريقي تو نعطوها بالتوخيره توخيره الاسد كيف ما يقولوا عشان نجيبها من المره الاولى شباب. كان جبتها من المره الاولى اعمل لايك اذا كان ما جبتهاش من المره الاولى اعمل سبسكرايب في كلتا الحالات رابحه. اما لكن ان شاء الله نجيبوها من المره الاولى اوكي حتى اذا كان انا ما عنديش ثقه في روحي لازمك تكون عندك 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 ثقه في صديقك مهيب. نجيبوها زعما من المره الاولى نجيبوها من المره الاولى من المره الاولى يضري باش نجيبوها شباب يضري باش نجيبوها من المره الاولى. اوكي المفروض جت من المره الاولى يلا 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 عاد من المره الاولى ما جاتش ليه اوكي والله جت من المره الاولى شباب كيف ما تشوفوا تبلصت وجت من المره الاولى. هذيك الكونتينر ما يهمنيش فيها بيرفكت ولا مش بيرفكت الحمد لله وصلنا الحموله والاهم الحمد لله ما صارتش مشكل البي سي وتسكر اكسلنت ورك وصلنا حمولتنا في جيرماني في المانيا. صديق ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب باي باي ولا ليكم وحشه توحشتوني بلي عندي ياسر ما بتش في اليوتيوب. يلا باي باي صديق.